مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو رح يكون عن قصة هانسل وجريتل. بس قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا هاشتاج حان توصل قصص الألعاب للعشرة آلاف مشترك، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبلش بالفيديو. طبعا هاد هو جريتل وهي هانسل، وهاد الأب رح يقولن إنه رح يتجوز زوجة الأب، مو هلأ يعني هو مو متجوز، هلأ رح يقولن. ويلا نبلش بالفيديو. أنا سوف أقتلك. أبنائي، ماذا يا أبي؟ أترك الألعاب الآن، أريد أن أقول لكم شيء. ما هو الشيء يا أبي؟ هانسل وغريتل سوف أتزوج على أمكم. ماذا؟ ومن هي التي ستتزوجها؟ سوف أريكم إياها في وقت لاحق. اليوم سوف تأتي إلى منزلنا وسوف أعرفها عنكما. حسنا حسنا يا أبي، حسنا. أنا أعرف أن هذا الموضوع صعب جدا، ولكن قررت ذلك لأنني أعمل كثيرا وأنا فقير أيضا، فيجب أن أحضرها لتعتني بكما. تعتني بنا؟ نحن نعتني بأنفسنا. لماذا يا أبي؟ نحن نعرف أن نعتني بأنفسنا. لا يا أبنائي، أنا أمضي معظم وقتي في الحدائق أقطع الشجر وأبيعها، إن هذا كثير جدا، وأيضا سوف أتحمل مسؤوليتكم. لا، فأحضرها حتى تعتني بكم وتحافظ عليكم، سوف تستمتع كثيرا معها، إنها لطيفة جدا. حسنا يا أبي، فنرى كيف. حسنا، بعد قليل ستأتي. حسنا حسنا يا أبي، لا تحزن يا أولادي، عندما تروها سوف تحبونها وسوف تحبكم، وأيضا ستلعبون معها. حسنا حسنا يا أبي، لن نيأس. حسنا، آمل أن يحبها الأولاد وتحبهم إن شاء الله. هيا هيا فلنتابع اللعب. هل تعرف أنني سأقتلك؟ لا، لم أكن أعرف. هيا هيا. وبعد مرور ساعتان، من يطرق الباب؟ هي وصلت، سوف أفتح لها الآن. السلام عليكم يا أولاد. وعليكم السلام خالتي. وعليكم السلام يا خالتي. هي في الملعب، أظن أنهم لم يتقبلوني بل ذلك. اتركوا يا أولاد الألعاب من أيديكم وتعالوا معي. حسنا، هذه المرأة. هيا تعالوا، سوف نجتمع في المطبخ، سوف نعرفه عنكم. حسنا يا أبي، أنا سعيدة بوجودكم معي. أنت ما اسمك؟ أنا اسمي غريتل وهو هانسل. لا بل العكس، هي هانسل وهو غريتل. أسماءكم جميلة جدا. حسنا، أنت ستكونين زوجة أبي؟ نعم هذا صحيح. أنا غدا سوف أذهب إلى الغابة حتى أقطع الحطب هناك. حسنا حسنا يا زوجي، أنا سأعتني بهم جدا جدا، سوف أحميهم وأطعمهم كل شيء. حسنا حسنا، أرأيتم يا أولادي إنها لطيفة، قلت لكم ذلك. حسنا يا أبي، لست هكذا. حسنا. وفي اليوم التالي، ما هذا الشيء قد أزعجني؟ إنه بنبه اليوم، سأذهب الآن لأقطع الحطب. سأنقذ أختي هانسل. هانسل استيقظي. حسنا هيا تعالي فلنلعب أنا وأنت. حسنا تعال فلنلعب. أولا سنغسل وجهنا وأيدينا. هيا تعال هيا. حسنا هيا، سأفرشي أسناني وأنا أيضا. قبضت
قد انتهينا الآن. سأغسل وجهي وأنشف. أنا أيضا. هيا تعال فلنلعب النوب أنت. هيا ما رأيك اليوم أن نلعب بتركيب الحجارة هذه؟ حسنا. يا إنها جميلة. أوه كم الساعة؟ إن الساعة 12 صباحا. ماذا تفعلون هنا؟ لماذا تضعون كل هذه الألعاب في نصف الطريق؟ كيف سأدخل الآن؟ نريد أن نلعب فقط. العبوا في مكان آخر. لكن نحن نلعب هنا دائما. طفى الكيل. سأرى ماذا يوجد في الثلاجة. أنا سأكل هذه إنها لذيذة جدا. ما ألفتها سأضع له الماء هو وهي، وأنا سوف أشرب هذا وأضع فيه الحليب ليتغذى. ما استضع لهم الجبن ليأكلوه هذا الآخر برتقالة. هذا يكفيهم، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ هانسل غريتل ماذا تريدين؟ هيا تعالى وسنأكل الفطور. نعم أنا جائع جدا. هيا فلنتو. ما هذا؟ أنت ستتناولين الجبن وهو أخاك سوف يتناول هذه البرتقالة، أما أنا سأتناول هذه الساندويتش لتشبع يعني وأشرب الحليب. انتهيت. أنظف وراءكم. هل هذه أم؟ إنها ليست أم حنونة. انظر ماذا تفعل وتطعمنا هذا الشيء. خذ يا أخي، لا أريد أن أكل، إن هذه لا تؤكل الآن. أنت يا أختي، لنرى ماذا يوجد في الثلاجة. أنا أعرف أن أقل البيض. سوف أفعل لنا البيض أنا وأنت. اشرب اشرب لأضع لك الحليب. إنها ليست أم. ألا أعرف لماذا أبي تزوجها؟ نحن نعرف أن نهتم بأنفسنا. هيا والآن سأضع لنا. هذا الطعام أفضل بكثير، إنه شهي جدا. نعم وإنه أيضا مفيد في الصحة. هيا فلتأكل يا غريتل. هيا. إنه لذيذ جدا. الآن دوري لأتذوقها وأجربها إن كانت لذيذة أم لا. لذيذة. هيا فلنشرب. سوف أضعهم في المجلة. ستنظفهم تلك الحمقى. فنغسل أيدينا من وراء. ماذا قلتي؟ لم أقل شيء، أقول عن نفسي. ظننت. نعم أنا قد نظفت من وراءك. ما هذا؟ ماذا قلت لكم؟ لم أقل لكم أن تنظفوا وراءكم؟ لقد نظفنا، وماذا تريدين أكثر من ذلك؟ ولم نأكل أيضا الجبن، لقد وضعنا كل واحد له بيضة. أنت لم تفعل لنا فطور لذيذ كما كانت تفعل لنا أمي المرحومة. أنتم فقدتم عقلكم. سأضربكم. هيا. لا لا تضربينا. هيا لا لا اضربيني أنا بدلا من لا تضربيه هو. حسنا رأيت ذلك. تعالي يا أخي، لا تدخلي إلى غرفتنا. يا لكم من. لن أنظف ذلك، سأدعه وسأريهم. سألعب بغرفتي. لا أسمع لك، أعتقد غرفتك إنها غرفة أمي. لا تضربيني، اذهبي. سأخذ مصروفي أنا وأخي. لن تأخذيه. لا أخي، كل يوم أبي يضع لنا مصروفنا هنا ويقول لنا أن نأخذه. ابتعدي عني. يا لك من حمقاء. لقد استطعت أن أخذ منها هذا. يجب أن أخبئه يا أختي.
جدتي لا يجب أن نضعه عندها. حسناً سأضعه هنا، أضع الحقيبة فوقه هكذا لن يبين لها. وبعد مرور أيام، لا لا تضربين. طفح الكيلو منكما. يجب أن أخطط لفكرة أتخلص من هذان الأثنان القبيحان. ماذا سأفعل؟ ماذا؟ نعم وجدتها، سوف أفعل نفسي أصبحت طيبة معهما وأخذهما إلى الغاب، وهناك سأريهما، سأتركهما وأعدي. أنا آسفة على ما فعلت بكما. بعد ماذا؟ أنا آسفة جدا يا هانس، وآسفة يا جريتل، لن أضربكما بعد اليوم حتى أسامحكما. هل تقبلان مني أن نذهب إلى الحديقة؟ أبي تذهبين إلى الحديقة؟ نعم فلنذهب إلى الحديقة، سنفكر أنا وأخي ونقول لك. حسنا أنتظركما. يعني هم مع هذا الشيء أكرههما. أختي ماذا يا أخي؟ لا شيء لا شيء. حسنا ألا نذهب؟ نعم فلنذهب، إنها مسكينة لأنها قالت لنا وتأسفت لنا، فأقول أن نذهب. حسنا هيا فلنذهب معها. هيا، هل ستريدون أن تأتي معي؟ نعم سوف نأتي معك. إذن هيا هيا. بس هيك حلوين كنا وصلنا لهذه الحلقة، أتمنى تكونوا استمتعتوا حبيتوا. إذا حبيتوا لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، لا تنسوا هاشتاج حمل توصيل القصة الألعاب للعشرة آلاف مشترك، وانتظرونا في الحلقة الثانية من هانسل وجريتل إذا حابين تعرفوا شو الام راح تعمل فيهم. ويلا باي.